أريد أن أشير إلى نقطة أسمع فيها رأيك، أن هذه التظاهرات ليست فقط الذين تواجدوا في هذه الساحات، وإنما لهم امتدادا أوسع في كل المحافظات، وخاصة المحافظات التي أشرت إليها، بشرط بالمناسبة ستكون حاضرة، بشرط أن تكون هناك انتخابات نزيهة. بالمناسبة مثل ما هو معروف لديك ولدى كل المتابعين لشأن المظاهرات بالعراق، الجمهور اللي طلع بالمظاهرات ليس جمهورا ضد الإسلاميين فقط، بل بعضها جمهور الإسلاميين نفسه، وما أعتقد هذه قضية خافية على أحد. هناك جهات إسلامية كان لها جمهور واضح وحاضر في الساحات وساحات التظاهر، وإلى دور وتأثير ومحدد وواضح. وهناك أيضا جهات، كل الجهات بلا استثناء، وأنا بذلك زعيم وأنا متأكد من ذلك بشكل دقيق، كل الجهات السياسية العراقية كان لها حضور في ساحات التظاهر من جماهيرها. هذا شنو تسميه تنظيم؟ يعني بدفع من جماهيرها، عفوا بدفع منها، لهذا جمهور نزل رافضا للسياسة التي تمارسها الأحزاب في مثل ما الدولة. مثل ما ذكرت لك قبل قليل أن كل هذه الأحزاب كان عندها اعتراضات وعندها ملاحظات، وليش تشارك؟ ولذلك تشارك، لأنه المشاركة ورطة، وهو هذه هي المشكلة، وهذه واحدة من القضايا اللي ينبغي تحديدها بشكل واضح. يعني كثير من القوى السياسية المشاركة بالعملية السياسية المشاركة في إدارة الدولة تشعر أنها هي ينبغي أن تمارس دور معارضة، ومارست دور معارضة، وتجد في التظاهرات سبيل ووسيلة لإبراز هذه المواقف المعارضة. ولذلك الآن يعني بصراحة قد وقتك ما يسمح أن نتحدث بشكل مفصل ونصنف المشاركين بالتظاهرات، ستجد أن غالبية من مشارك بالتظاهرات هم جمهور إسلاميين. طيب جمهور إسلامي ولكن ليس جمهور أحزاب، يعني لا لا نرى المواقف الحسابية. لا لا عفوا لا ده أقصد بالعمق، هو جمهور أحزاب، لا جمهور أحزاب إسلامية، مو يقول لك يعني هاي مصادرة. خلي أحكي لك بشكل واضح ومحدد، الإسلامي والموكب الحسيني هذا لا 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 لا, لا أنا مكون. هذا شيء وهذا شيء آخر، أنا دا أتحدث بشكل محدد، جمهور لأحزاب إسلامية وتيارات إسلامية موجودة ومشاركة بالعملية السياسية، وهي موجودة بكثافة في ساحات التظاهر. أخي هذا شيء واضح، يعني ما يراد لهم واحد يستدل عليه كثير ويناقش كثير، هذا لا يلغي دور شخصيات أخرى، مجاميع أخرى عندها توجهات أخرى، يجوز بالنقيض أساسا من توجهات الإسلاميين، ولكن أنا دا أحكي عن التوصيف بالشكل العام لهذه الحالة.